هذا ما يخبئه الحظ لكل برج من الأبراج في عام 2021، فما هو حظك؟ يتطلع الكثير من الأشخاص إلى معرفة ما تخبئه الأبراج من أسرار لعام 2021 والذي بدأ منذ أيام، لمعرفة ما يمكن أن تحمله السنة الجديدة من مفاجآت. تابع معنا هذا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. برج الحمل، بدأت بوادر الحلول تظهر منذ الآن، ومن الممكن أن تتواصل إشارات الفرج بالظهور مع حلول الشهر الأول من 2021، إلا أن قطف الثمار قد لا يبدأ إلا في شهر نيسان أبريل، وخلاله يمكن أن تحدث بعض المستجدات السارة. برج الثور، قد يعيش مولود الثور حالة من عدم الاستقرار على المستويات كافة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، لكن شهر آذار مارس يمكن أن يحمل إليه بعض الانفراجات، وخصوصا على المستوى المادي. أما على الصعيد الصحي فعليه توخي الحذر وعدم الإفراط في اتباع العادات السيئة. برج الجوزاء، من الممكن أن يعرف مولود هذا البرج الاستقرار النفسي والحياتي في بداية شهر شباط فبراير 2021، فقد تتحقق بعض المخططات التي سعى إلى تنفيذها في سنوات سابقة من دون أن يحصل على النتيجة التي يريدها، ومن الممكن أن يقوم بلقاء مثمر. برج السرطان، من المعروف أن مولود برج السرطان يتميز بالهدوء وأنه قليل الشكوى، وهو ما يمكن أن يحصد نتائجه في شهر تموز يوليو، فقد يحصل على مكافأة نتيجة صبره، وقد يتلقى خبرا سعيدا على المستويين العائلي والمادي، لكن ليس عليه التسرع في أخذ القرارات أيا تكن درجة أهميتها. برج الأسد، واجه الأسد في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، وخصوصا على المستوى المهني، ورغم أن سنة 2020 كانت صعبة جدا بالنسبة إليه، إلا أن العام المقبل قد يحمل معه الانفراجات وقد يعيده بالتطور في المرحلة المقبلة. أما شهر حظه فقد يكون حيزوران يونيو. برج العذراء، قد يتمكن مولود برج العذراء من الخروج من حالة الروتين التي عاشها منذ سنوات عديدة، ولهذا قد يضع اللمسات النهائية على مشروع يساعده على القيام بخطوات كثيرة إلى الأمام، ولهذا عليه الاستفادة من كل الفرص التي تتاح له والتي يمكن أن تساعده على تحقيق التقدم غير المسبوق في حياته. برج الميزان، هو المولود الذي شعر مؤخرا بالألم لأنه لم يستطيع أن يحقق كل طموحاته، لكن يبدو أن عام 2021 قد يفتح أمامه أبوابا جديدة، وقد يتمكن من بدء تنفيذ مشروع مؤجل، وقد يحصل على ترقية، كما يمكن العام المقبل أن يشكل بالنسبة إليه فرصة للتغيير الإيجابي على المستوى المادي، وخصوصا في شهر آب أغسطس. برج العقرب، يمكن أن يعيش مولود هذا البرج حالة من الازدهار على مختلف مستويات حياته في العام المقبل، فقد يقوم بلقاءات تعود عليه بالفائدة، وقد يقتنص بعض الفرص المهمة، ومن الممكن أن يعيش بدءا من شهر أيار مايو حالة من الاسترخاء بعد الإحساس بالتوتر لمدة طويلة. برج القوس، في العام المقبل قد يتمكن هذا المولود من التخلص من الكثير من العوامل التي أدت إلى شعوره بالانزعاج، ومن الممكن أن ينتقل إلى مرحلة جديدة أفضل من حياته، وهذا ما قد يشجعه على وضع المخططات الجديدة ابتداء من شهر حزيران يونيو.
برج الجدي. قد يحزن مولود الجدي بالفرصة التي انتظر حلولها منذ مدة طويلة، فقد يتمكن من تحقيق أهدافه في بعض الاتجاهات من حياته، كما يمكن أن تتحول بعض الأمور السلبية إلى إيجابية، وعليه انتظار شهر سبتمبر أيلول لكي يصل إلى النهاية السعيدة. برج الدلو يعاني من التعب، لكنه لا يعبر عن ذلك عن طريق الشكوى، ولابد من أن تثمر جهوده خيرا وأن يشهد بوادر الانفراج الأولى في حياته. قد يتحقق أمر تمنى حدوثه، وقد يفتح أمامه الكثير من الأبواب ويقلب حياته رأسا على عقب بالمعنى الإيجابي. برج الحوت يعتبر هذا المولود من أكثر مواليد الأبراج معاناة من الارتباك وعدم القدرة على أخذ القرارات الصحيحة، لكن يبدو أن هذا الأمر قد ينتهي بحلول شهر تشرين الأول أكتوبر أو كانون الأول ديسمبر من 2021. إذن عليه الانتظار لأن الأمر يستحق.